الحق والباطل. الفئة الثانية الذين لم يأتي إليهم أم لم تتم عندهم الحجة. يعني شو لم تتم؟ يعني ذهبوا بحثوا ولكن لم تتم عندهم الحجة على حقانية هذه الحقيقة، وإلا لم يقصروا، ذهبوا وبحثوا. وأنتم لا تتوقعون أن بحث كل واحد لابد أن يكون 30 عام، بحث كل إنسان بحسب ذلك الإنسان. حتى في التوحيد، في التوحيد عندما نقول أن التوحيد لابد أن يكون عن اجتهاد لا عن تقليد، ما معنى أن يكون عن اجتهاد؟ يعني يجلس في الحوزة يقرأ أسفار مولانا 20 سنة، مو هذا المقصود. مقصود البعرة تدل على ماذا؟ تدل على البعير، هذا القدر كافي، أو بتعبير البعض عليكم بدين العجائز ونحو ذلك. كل بحسبه، واقعا العجائز عليكم بدين العجائز. ولكن مع الأسف الشديد للفرار أن البعض يحاول أن يخلص، يقول أفضل شيء علينا بدين ماذا؟ بدين العجائز. لا، يغفر للعالم 70 ذنب ولا يغفر يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. العجائز ذاك دينهم. أما أنت بلي عيش عيشة العجائز، مو تأخذ امتيازات العلماء وتعيش عيش دين ماذا؟ دين العجائز. هذا لا ينسجم. ينبغي عليك أن تكون إما العجائز مطلقة وإما العلماء ماذا؟ مطلقة. أما في الامتيازات علماء وفي المسؤوليات عجائز، هذا بعد لا ينسجم واحدة مع الأخرى على أي الأحوال.